السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في عدد اليوم من حصتكم صريح جدا. اليوم حنسألوا الجزائريين وشنو هو دور الأولياء لتدريس أبنائهم. تابعوا معنا. عندهم دور عظيم ويعني تخيز امبورتون بيقول مهم جدا. لازم يكونوا يهيئوا أولادهم على طول العام. تهيئة الأولاد مهمة جدا في حب يقول من حيث باش بيان سور عندهم دور عظيم. لازم يكونوا بالعقل، يروحوا بالعقل ما يتقلقوش، يسعفوا أولادهم تاني يتبعوهم لو سويفي ساكونت بوكو داكور. دوكا كاين دعم اللي هم يدعموهم لي كور كيما نقولوا لي كور تاع الدعم باش يعاونوا. بلا لي كور كيفاش زعما في الدار؟ كيفاش في الدار؟ لازم كان اوقات معينه، اوقات ما يخلوش يتراكموا عليهم الدروس. لازم يكونوا كوتيدي فوالا، لازم يكونوا اجور. سي بور سا لازم يكونوا دائما واقفين مع ولادهم. شيء مهم جدا باش يكونوا يتحسنوا في الدراسه تاعهم وكلش. سي بور سا لازم يكونوا اجور معاهم. نقولوا كيما يكونوا تلاميذ بزاف الاستاذ ما يقدرش يقريهم كاع، يعني ماليهم يعاونوهم في الدار يزيدوا يقريو ولادهم. كيف يحبوا لهم القرايه؟ الدراري يحبوا القرايه، يدخلهم في رسانهم هكذا، كيولي يقراها دائما ويوصيه باباه وكاع يوالفها ويوعدوا ولا ربحتها نقولوا راني نشري لك ديك الحاجه الطفل اللي يزيد. دور الاولياء انه يتابعوا اولادهم من اللي بدا نقولوا مثال، حتى مثال الصباح قبل ما يروح المدرسه يروح ليكول يقولوا يراجعوا واش قرا البارح ولا يعطوه حاجه يدير بها، وكاين يرجع من القرايه كيف يقولوا له واش قريت وشوفوا لي زعما واش ناقصوا اسكو فهم اسكو ما فهم. وكيف يحببوا له القرايه ولا يحبها؟ يحببوا له القرايه لازم من الصغر، يا حكي يجي فجاه ما كاش منها حقيقه. من الصغر مثلا كيما هو صغير يقعدوا يقراوا له كتاب، يحطوا له كتاب يقولوا هاك اقرا هاك دير هاك منا هاك منا، يولي يبغي القرايه. الاولياء لازم يربي ولادهم يا خويا، كل واحد يربي ولاده، هذه هي سورتو الام، ولا صلاحه المراه صلاح المجتمع، هذه هي. كيفاش القرايه؟ لازم تحضر وليدك قبل ما يروح، لازم تحضر يحترم الاستاذ يحترم العساس يحترم كلش يحترم المدير من الصغير للكبير. كيف يولي يحب القرايه؟ واش نديروا؟ لازم ينحيوا البورطابل، ينحيوا بزاف عفايس دوك، ولا الادمان الهاتف النقال هذا. انا وانا هذا يحب قرايه، كل يوم يقول لي ماما دخليني الجامع، ما نكذبش يحب المسيد. على بالك شنو هو الدور؟ نقبه منيح، ما نقبهش كيما هادو زعما فاش هادو دايق نهار يقرا. انا وليدي انا يقرا ما نكذبش على خويا. الاولياء عندهم دور والمدرسه عندها دور. باغ اكزومبل الاولياء يقدروا نقولوا يشروا باغ اكزومبل كتب خارجيه لاولادهم يعلموهم في الدار، ينقصوا لهم باش كي يروحوا المدرسه ديجا يكونوا واجدين ان بتي بورسونتاج. والمدرسه ثاني عندها دور، باغ اكزومبل الاستاذه عندها زعما نقولوا 30 تلميذ، ماشي تقري وتهدر دي اون جينيرال، لازم كل تلميذ توقف حنا بكري يوقفوا معنا هكا في الطاوله، الا دار تمرين وما داروش سيغ بلاص تقولوا ديروا توقف معاه. يعنوهم يعنوا ولادهم يعسوهم يراقبوهم. انا عندي ولاد وليدي قراوا ما شاء الله، كي يخرجوا يرجعوا الدروس تاعهم ونورمال، ونعسوهم الاب تاعهم كامل يعسوهم. قريت كاع لي ما حلوش، انا ما نحش العين، انا ما نحش العين. كي يكمل القرايه عشيه يجي للدار يراجع ما يخرج الزنقه مسكين. الحق كان ما شاء الله، بصح ما حلوش العين. انا ما نحش العين، بصح ما تحل العين ولا فهمت. انا كارت ما نتفقش معاك، ما نتفق حتى يخاف الله سبحانه وتعالى. لا بورتابل، مي كانت صغيره ما تلعبش بالبورتابل، نحيت لها البورتابل تراجع دروسها ما نجري لا فاكونس، مي تقرا في الدار ديرها طبلة وتقرا في الدار. صح. وكيفاش تحببي لها القرايه باش تولي تحب القرايه؟ واش ديري لها؟ نقريها نهار كامل نقريها في الدار، ولا كاين وليد اختي صغير يقريها. هذا العام يجوز البي. واش برميتي لها تشري لها كي تنجح هذا العام؟ نشريها كلش. نشري لها طابلات، نشري لها واش تحب كاع ونشري لها. عندهم دور باش يحببوا لهم القرايه، كيف يحبوا باش يوليو يحبوها؟ شوف لازم يكونوا، شوف يعني كمثال لازم يكونوا يوروا لهم بلي لازم يكونوا مسؤولين.
العلم نور والجهل ظلام، هكذا يعني لازم يكونوا اجور كما قلنا معاهم مع لي زونفون تاعهم، ولازم ما يخلوهمش، لازم يكونوا يساندوهم دائما، يساندوهم داكور ما يخلوهمش وحدهم، دائما يوقفوا مع ولادهم. شوف كاين زوج، كاين الترغيب والترهيب. مالوغوزمون كاين الترهيب كيما دوك شيت لو كتاب فيه الالوان وفيه الحيوانات، فيه في هذا اللاج هذا باش هو كنقول له نلونوا الدلفين، هيا نلونوا هكذا، ايفا ايمي وتحببوا، ومن بعد كيبدا يلحق ان سيغتان اج تولي اوبليغاسيون بيان سور، تولي يقرا بالسيف.